خلينا نروح للرنين. يمكن برضو اكيد في حياتك في مدربين مين؟ طبعا في كتير والله، من ساعه لما بدات مشواري في كابتن هيثم رسلان، من يعني ده ساعه لما كنت في ال 14 هو اللي يعني دفعني وخلاني اثق نفسي. في طبعا كابتن شريف عزمي، كابتن ايهاب الالفي، في مدربين اللي انا كنت بتمرن معاهم في امريكا طبعا، قولي اساميهم طبعا، كوتش كولينز. كلهم والله اثروا فيا ويعني دفعوني ان انا ابقى احسن وابقى كلهم في الحته. بالظبط. بس يعني انا حاسس شويه ان انت ملتزمه، يعني رنيم انا يعني حتى اللي عرفته من عنك قبل ما تيجي، لعيبه ملتزمه سواء ندى كمان على فكره، ملتزمين تمرين، عايزين تبقوا احسن دايما طبعا. يعني فده طبعا مش هتلاقي اختلاف كبير جوه النادي، هو النادي الاهلي كده، فاكيد مدربينك شافوا ده فعشان كده هم ساعدوك، يعني الاساس بيكون هو اللاعب. وانا اعرف ان كابتن هيثم رسلان اللي بنت كمان بتلعب، صح ولا انا غلطان؟ اللي بنت بتلعب في الفريق الاول كمان، صح ولا ناشئات؟ لا ناشئات. ناشئات صح. انا فاكر لان هو كان السنه اللي فاتت تقريبا بتلعب في المرتبط حاجه زي كده، فهو طبعا اكيد يعني شايفك زي بنته، اكيد هو كان شايف ان دي هتبقى ليها شغل كويس. طيب